ماذا يفعل باليد المقطوعة بحد السرقة؟ هل تدفن؟ تدفن نعم، تترك، لازم تدفن، لأن عضو من آدمي، والآدمي له حرمة، ما يترك على وجه الأرض، يدفن هو وأعضاؤه، لا يترك شيء منه. نعم. يقول أحسن الله إليكم، وهل يجوز للسارق إعادتها عن طريق عملية جراحية؟ لا، الله أهدرها فلا يجوز معالجتها وإرجاعها. نعم.